أهلا بكم. فاجعة أخرى حصرت أرواح العراقيين في شهر رمضان، والسبب هو فساد الأحزاب السياسية المسيطرة على مفاصل الدولة. فاجعة مستشفى ابن الخطيب لو كانت في دولة أخرى لكان الأمر مختلف، لكن في ظل النظام الفاسد القاتل الذي جلبته أمريكا للعراق يقتصر الأمر على الاجتماعات والتنديدات والبيانات والتغريدات ولجان التحقيق التي طالما تنتهي بإفلات المذنب من العقاب في العراق. فجاعة مستشفى ابن الخطيب التي قتل فيها 97 شخصا مدنيا بينهم مرضى جاءوا للمستشفى كي يتعالجوا، لكن ألسنة النار كانت بانتظارهم، ومنهم كوادر طبية كانوا يسهرون على رعاية المرضى. من يصدق أن مستشفى تقع في العاصمة بغداد وفي عام 2021 وليس فيها أنظمة للتنبيه عن الحرائق أو إخمادها بشكل مباشر؟ نعم، هذا الذي حدث في مستشفى ابن الخطيب في وقت متأخر من يوم أمس قبل وقت السحور. احترقت المستشفى واحترق المرضى والكوادر الطبية. هل تعلم عزيزي المشاهد الكريم أن الصحة في العراق تحتل المرتبة ما قبل الأخيرة على مستوى العالم من حيث جودة نظام الرعاية الصحية عالميا بحسب موقع نومبيو المختص في الأبحاث وتصنيف الدول؟ هذا بفضل حاكمي العراق بعد عام 2003، أقصد الأحزاب الدينية والسياسية والعمائم والميليشيات. وضيعة الأرض إن ظل الشوامخها تهوي ويعلو عليها الدون والسفل. ارتفع عدد ضحايا الحريق الذي وقع الليلة الماضية في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد إلى 97 قتيلا و120 مصابا. تحدث الدكتور عبد الحسين عطية وهو من مديرية صحة بغداد بأن حصيلة ضحايا الحادث في تصاعد بسبب الجروح والحروق الخطيرة التي تعرض لها المصابون من جراء الحريق الذي نجم عن انفجار مستودع غاز الأكسجين والذي يستخدم في معالجة صعوبة التنفس لدى المصابين بفيروس كورونا. وبدوره كشف عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي عن فقدان أطباء وصيادلة في هذا الحريق، وأكد بأن ما حدث كان ناتجا عن تقصير واضح في المؤسسات الصحية وعدم مراعاة حقوق الإنسان. طبعا انتشر مقطع على منصات التواصل الاجتماعي يظهر اللحظات الأولى للانفجار الذي وقع في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد. وأوضح المقطع الذي تداوله أو يوضح المقطع الذي تداوله الناشطون انفجار إحدى اسطوانات الأكسجين داخل مستشفى ابن الخطيب، ما أدى لاندلاع النيران في المستشفى. دعونا نتابع هذا المقطع المؤلم. برأيكم أعزائي المشاهدين، من المسؤول عن هذه الفاجعة، عن هذا التقصير، عن هذا الألم الذي يحدث في العراق؟ هذه الفاجعة، هذه ليست المرة الأولى، ويبدو مع الأسف بأنها ليست المرة الأخيرة، لكن حجم الفاجعة، يعني 97 قتيل نحسبهم شهداء عند الله عز وجل في هذا الشهر الكريم و120 مصاب، من هو المسؤول عن هذا التقصير منذ العام 2003 ولغاية الآن؟ وزارة الصحة، هناك تيارات وزعامات تتقاسم الوزارات، هذه الوزارة من ضمن حصة التيار الصدري منذ العام 2003 ولغاية الآن. يعني هل من المعقول بأنه مستشفى ما بها نظام حريق؟ هسه إذا تروح الأبسط كافتريا، الأبسط مطعم، الأبسط مكان، تجد فيه هذه الوسائل التي أصبحت من بديهيات العالم والناس. مستشفى شكبرها شعرضها بيها مئات من
الكوادر الطبية والمرضى والمراجعين ما بها نظام للتنبيه عن الحرائق ونظام لإخماد الحرائق بشكل مباشر؟ طبعا المواطنون في العاصمة بغداد أكدوا بأن مستشفى ابن الخطيب التي شهدت الحريق المروع يوم أمس لم يكن بها خدمة الطوارئ أو أن الخدمة لم تعمل، وأضاف المواطنون بأن كثيرين ماتوا في المستشفى بسبب فصلهم عن مصدر الأكسجين لأنهم كانوا من المصابين بالفيروس فيروس كورونا، بينما اختلق آخرون بدخان الحريق في حين قفز بعض المرضى من النوافذ هربا من ألسنة النيران. خلونا نشوف عينة من شهادات المواطنين في العاصمة بغداد ونرجع لكم. الأطفال جت ورا ساعة ونص، يلا طبتني طبت وحدة ورا الحادث يمكن بثلاث أربع ساعة وراها النوب، يلا جت وحدة النوب. قلنا لهم يا أبا عالم جو احترقت عندك هاي مال الطوارئ، الطوارئ فرد نوم عطبوا هم والمعينين مالتهم، لأن ما تقدر تطلعها. ليش؟ لأن دخانة وحريق أبطال مال الأكسجين طاق قبي هناك وتخوف. صار ثلاث مستشفيات متروسة مرضى الإهمال، يعني وزير الصحة استغيل فورا كل التبريرات، البارحة كلها مبوع على الفيس كلها تبريرات، العالم احترقت بالتسعين واحد، الله شاهد علينا، يعني لا إسعاف، يعني هاي سيارات الحمل قمنا نشيل بيهم بالحمل وبالتكاتك، تكاتكنا انضربت وهاي فدوة للعالم هنا بالمستشفى. يعني اكو مستشفى ما بيها دفاع مدني يخلونه او شغلة طوارئ مثلا؟ زين، وثاني يعني هاي الشغلات اللي صارت تقصير يعني للدوله، يعني من اسم اللي لقاه. زين كفي لك محمد، يعني صعدنا هنا العالم اللي محترقه اللي شلناها محترقه هنا، يعني ما تنوصف، يعني اطفال يعني عائله كامله تحترق، يعني تقصير من الحكومه، يعني تقصير من اسم اللي لقاه. زين وين كانت يعني هاي وين كانت انه يعني وصلت هيك مرحله، يعني البشر مالك القيمه؟ ليش؟ الله يقبل. مع الأسف روح الإنسان العراقي كما قال هذا المواطن أصبحت بلا قيمة طبعا أمام أعين الجهات الحكومية. معنا اتصال أبو ذياب من الفلوجة. أبو ذياب، من المسؤول برأيك عن هذه الفاجعة وهذا الحريق؟ تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أستاذي. أولا نقول حسبي الله ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله جميع شهداء مستشفى ابن الخطيب. نعم. اولا استاذي، الحكومه تتحمل مسؤوليه هذا الشيء. ثانيا، اذا وزير الصحه عنده غيره، ذره غيره، خلي يتقاعد من منصبه. بس انا اقول لك يا استاذي، ما حد يهتم للدم العراقي. يعني هل صار العراقي دم رخيص؟ هل صار العراقي دم رخيص؟ سيدنا الإمام الحسين رحمة الله عليه مات شهيد، قتلوه عطشان، ويعني هل قد العراق صار دم رخيص؟ من حسبي الله ونعم الوكيل عليكم يا حكومة، الله لا ينطيكم إن شاء الله. بس يعني عاد النوب بس دقيقة أتكلم إذا ممكن. تفضل أبو ذياب، إحنا موضوعنا على مستشفى ابن الخطيب طبعا. يعني صراحة هذه الفاجعة أحكي بقلبي، مو أنا من الـ من الـ من الـ 12 بالليل أبكي لحد الآن، بس أحكي بقلبي. تفضل. يا حكومة خلي تفيدكم هاي ميران، من حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. أستاذي نتكلم عن المستشفى، 97 شهيد، 120 جريح، الله يساعد اللي ترملك، الله يساعد اللي تيتم، الله يساعد اللي مات ابوه، من حسبي الله ونعم الوكيل. الله لا ينطيكم ان شاء الله، والله خصت قلوبنا كل يوميه نبكي. الله اكبر الله اكبر، وحسبي الله ونعم الوكيل. شكرا لك استاذ العزيز. نعم، حياك ابو ذياب من فلوجه. كان معنا ابو حسن من بغداد. ابو حسن، من المسؤول عن هذه الفاجعه؟ يعني نصدق مستشفى بالعام 21 ما بها أنظمة للتنبيه عن الحرائق ولإخماد الحرائق بطريقة مباشرة؟ طبعا أقول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. نعم. أخي دولة مو حكومة، دولة إرهابيين، قتلة مأجورين من قبل الاحتلال الأمريكي والإيراني.
يعني هاي وزاره الصحه طبعا حكي هو على وزاره الصحه. يعني اكو وزاره الصحه يعني ما تخلي مال منظومه مال حرائق سيارات كان قبل قريبه على المستشفى مال حرائق، هم جايين يقتلون العراقيين وبقى كل ما يسوي لك في الشغله صارت حادث وقال لك سوف نحقق في الموضوع وكل شيء ما يصير. هسه حاله ان الجرائم مستواها الحكومه، يعني حكومه جايه تقتل العراقيين، يعني بلد ضاع ضاع والناس ما تستوعب. يعني هسه اقول والله هيك من وزير الصحه وهيك فلان وهيك فلان، هاي ما تفيد، هاي ما تطفي جرح ولا تداوي الناس. هذول ناس ارهابيين قتله مجرمين جابتهم امريكا بحجه الديمقراطيه وحجه الخيرات والبلد راح يتطور. اشوف المستشفيات دوا من برا، علاج لازم تشتري بفلوس، خدمه مو مضبوطه، يعني حتى الاطباء ملوا، يعني انا اشوف اكو اطباء ملت، يعني ماكو امتيازات شغله الطب، شغله العلاجات، يعني يقول لك احنا ياخذون فوق المصيبه ياخذون بطاقه اجره مال الدخوليه، واذا تسوي اشعه ياخذون عندك فلوس. قبل ما كانت عمي هيجي كان ب 500 دينار كل شيء تسوي، يعالجوك ويطلبوا دواء وعلى حسب الاصول وبقيمتك. هذول جايين يخربوا قيمه العراقيين يعني من زمان، وظلوا العراقيين بس ونوا. هاي ما يصلح على ابد، امريكا راضيه على الشيء هذا وجابت هذول الحسالات ما يعرفون يخدمون بلد ومو اهل البلد، مو من اهل البلد. يعني هذول الناس هسه ماتوا برغبه من؟ مثل الكاظم وقال لك يابا يا اخوتنا دم فلان بربطي، شنو انت وينك وين تروحك؟ انت واحد صفر يخلوا رئيس وزراء. يعني قبل يقول النظام السابق، الله يحفظ النظام السابق، وراح بس ما كان هيك شغلات، كان اكو عنايه، كان اكو بداله للمريض، كان له قيمه للانسان. هسه يموت ولا كانه قبل امسح ايدك وخلاص. علاج ماكو، يعني تروح الدكتور والله يعني هسه والله حيره. يعني نعم المستشفيات الاهليه بدل ما الحكوميه يطوروها نعم ويسووها بعشرات زينه. أبو حسن من بغداد كان معنا اتصال محمود من الموصل، تفضل محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. استاذي هذا شغله مدروسه، انت اذكرها بالتاريخ، اذكرها بالتاريخ زين، انتبه علي ابن اختي. مكتوبة بغداد حريق أو قريب، بغداد الكاظمي لون منون أبو عادل وثلاث فرق للوزراء، هذا من نظامهم، هذا من صفحتهم من زيوتهم. أنت تجيب لهم أنت ما مسيطر على الحكومة، ضم الجيش حد وايد وقطع العنف، أنت هو اللي هو راقبية واحنا نخاف من الاكبر، النائب لا يودونا السجناء، يودونا السجناء. هذول مجرمين فرد، نحن على صفحة خميني، نحن على ايد قاسم سليماني، احنا نخاف على 200 الف سجين جوة سامين جوة ترمو بسرعة الحمد لله. هذا نعم محمود، برايك من المسؤول عن هذا الإهمال وهذه الحرائق؟ يعني هذا الحريق بالتحديد اللي صار في مستشفى ابن الخطيب، من يتحمل مسؤوليته؟ خوش فعال تعرف منهم؟ هذا وزير الصحة سواها، هذه خطة سواها، قال فجر راح نعوضكم، حطوا السجام وتجرب النفط يقولون دولارات والسجون ما سمعتهم ترك تجارة بالشر. قال وزير الصحة، بعد وزير الصحة يجي كاظمي، كان قالوا تعال عزابة ما تشطون، كل عنده عين، اطلع على الشرطة والميليشيات، هل سواها مثل ما تسميهم؟ نعم. بعد ايران صار اقول قدمت. نعم محمود من الموصل كان معنا، شكرا لك. سعد من الكويت. سعد يا هلا بك يا استاذ عمر. يا هلا بك. قلت من هو الجهه المسؤوله؟ تفضل استاذي. الجهه المسؤوله هي استاذي اداره المشفى والقائمين عليها، وكذلك الجهه المختصه المعنيه بالامر يا استاذي،
وهاي مأساة مؤلمة، هاي مأساة مؤلمة، وندعو الله لهم بالرحمة شهداء الحريق يا أستاذي. نعم. ويجب محاسبة من أهمل وقصر، يعني صحي طبي بيئي أمني يا أستاذي. إن وجد تجاوزات واستهتار، وآخر الكلام ندعو الله لهم بالرحمة شهداء الحريق. تحياتي لك. شكرا سعد من الكويت. كان معنا عبد الرزاق من بابل. عبد الرزاق، فاجعة أخرى تضرب أرواح العراقيين، من المسؤول؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، وسهلا بك. أولا نعزي العوائل الشهداء وهاي الأرواح اللي زهقت، ونتمنى الشفاء العاجل آمين للمرضى. أما تحميل المسؤولية فأنا بالنسبة لي أحمل أمريكا المسؤولية الكاملة اللي جابت هاي العصابات والمافيات اللي خلتها تتحكم بمصير العراقيين. فعلى أمريكا إذا هي فعلا عندها يعني بعد نظام للإنسانية أن تغير النظام الحكم بالعراق. فإذا بالنسبة إذا تحترم رأي الشعوب وبالأخص الشعب العراقي، الشعب العراقي بأكمله مش شمال الجنوب ما راضي على هذا الطغمة الفاسدة اللي تستهين بأرواح العراقيين. بهذا الشهر الفضيل الدم العراقي رخيص. فيا دكتور عمر، من خلالك أوجه رسالة للرأي العالمي بأنه الشعب العراقي قاطبة بسنته بشيعته بكرته بعربها بمسمياته كلها ما راضي على هذه الطغمة الفاسدة اللي جلبت العراق الويل والدمار. دكتور عمر. نعم. دكتور عمر. نعم. المحاصصة والدستور الفاسد هو اللي جاب هذه الأشخاص وأصحاب العقول النتنة. والله لو بيهم شريف، لو بيهم إنسان شريف على يعني عندك ذرة رحمة قلب على العراق، لكن كان اليوم الحكومة كلها تستقيل. دكتور عمر يعني احنا من البارحة يعني قلوبنا يعني صراحة يعني شو مثل ما تقول يعني ارواحنا مشلوعة. يعني كل ما نتذكر هذا شو نذرب هاي الناس، يعني هو جاي المستشفى يتعالج لو يشترك. فيا دكتور عمر، بالنسبة للامريكان هم رحمات على وضعك، بس خلينا اناشد امريكا الرأي العام العالمي. اقول للامريكا الطوانة مع داعش هاي تركوها، لأنه العراقيين يعرفون هذه اللعبة، اللعبة هذه صارت قديمة. نطلب من أمريكا أن تكون موجودة هنا بالعراق، تبني قواعد أمريكية حتى تخلصنا من إيران ومن ميليشيات إيران. أما هذه المسميات مع داعش، إحنا وجودنا هنا لأجل داعش، لا، هذه العراقيين كلهم يعرفونها بأنه داعش هو ترتيب أمريكي. أنتم جاي أقول للأمريكا، أقول لهم أنتم وجودكم هنا للغرضين، غرض اقتصادي وغرض سياسي. الغرض السياسي هو انتم حتى عمود تمنعون التقدم الصيني، هذا نقطة صدر. الشيء الثاني العامل الاقتصادي هو السيطرة على خيارات هذه البلدان. ايه احنا هم معطين هذا ابن قواعدكم وحمونا من ايران وشرق ايران، لانه العراقيين بعد ما يتحملون. وهاي مع داعش وهذه كل العراقيين يعرفوها بانها لعبة امريكية. فيا امريكا احترموا يعني السلطة معطيك واحترموا الهيبة مالتش العالمية، وكافوا هذا الخداع مع الشعوب بأن وجودكم هنا على داعش. كل العراقيين عفون انتم وجودكم هنا على مدى ما يخالف، احنا عملنا بأنه انتم وجودكم هنا لأغراض، هذا أغراض كل صالحين ويا أنفسكم أولا ويا الشعب العراقي بأنه وجودكم هنا لها السببين. هذا ما يخالف، احنا كشعب احنا واقعين بين 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 المنطقة والسندان بين إيران. انتم هسه نطلب من أمريكا تكون واضحة ويا الشعوب العالم بانه احنا موجودين بالعراق رغبه على الطلب العراقيين. وتحياتي لك دكتور عمر. شكرا عبد الرزاق من بابل. كان معنا ام مريم من بغداد. تفضلي ام مريم. ام مريم تسمعيني؟ السلام. تفضلي اخي. تعرف حق تعرف اهلي. نعم. تعرف الباطل هم اعرف اهلي. علينا صوتك ام مروه. يعني الحكومه مقصره وما حد راضى عليها. الحكومه ما حد راضى علي اخي، الحكومه ما حد راضى عليها، لان الحكومه بيها سنه وشيعه واكراد. ف
كلها لا تذبوا الا بس على واحد زين، يعني كلها مسؤوله على الواحد اللي يصير بالعراق، كلها مسؤوله عليه وكلها مستفاده وكلها اخذت زين، كلها اخذت كلها اخذت كلها استفادت زين، وغير اللي امريكا هي بيها اتها هي اللي هي المسؤوله على العراق، هي قاعده تتحكم بالعراق، امريكا هي قاعده تتحكم بال هي واسرائيل زين، هي اسرائيل هي تتحكم بالعراق، مو مش ايران وايران وشنو ايران؟ ايران يا ايران وامريكا، امريكا قاعده تسوي قاعده تسوي يوميا تخطف العالم، يوميا جابت لها مسويه لها داعش ما داعش خليت هدت على العراق، ويا ايران بابا ايران دافعت على العراق، دافعت على العراق ما تتفهمون ايران دافعت عن العراق؟ اي طبعا احنا بدنا نحكي على مستشفى ابن الخطيب وانت جايه تدافعي لي على ايران؟ ام مروه ام مروه اسمعيني لو ما تسمعيني، احنا بدنا نحكي على فاجعه مستشفى ابن الخطيب وانت طالعت لي تدافعي لي على على ايران؟ مو عيب هذا الحكي؟ ما تحترمين ارواح هاي ال 97 شخص اللي ماتوا اللي احترقوا؟ طالعت لي تدافعي لي على ايران؟ لا احنا موضوعنا على فاجعه مستشفى ابن الخطيب، اللي يدافع على ايران خليه يروح القنوات ايران، عيب هذا الكلام، عيب هذا الكلام، عيب. انت امراه عراقيه متصله بدنا نتكلم على فاجعه تدافعي لي على ايران؟ شنو هذا التناقض بالشخصيه؟ عيب عليكم واستحوا شويه، ما يصير، احترموا دماء الناس اللي انقتلت، ليش تحرفون الموضوع؟ احنا بدنا نتكلم على فاجعه وقعت في مستشفى راح بيها عشرات من الشهداء وعشرات من الجرحى، تطلعي لي تدافعيني على ايران؟ يا ايران اصلا ما حد ذكر ايران بالموضوع، احنا بدنا نتكلم على هذه الفاجعه. عجيب والله العجيب، هاي الناس يعني شو هذا الولاء؟ عمي روح عيش بطهران اذا عندكم هيك ولاء لايران، عليك جايين عايشين بالعراق، ما حد جاب ايران بالطاري في هذه الحلقه ولا بهذا الموضوع، بدنا نتكلم على مستشفى ابن الخطيب وما صار البارحه اللي صارت هذه الفاجعه والكارثه، راحت ناس ابرياء بيها. عجيب والله العظيم. ابو ياسين من دياله، تفضل ابو ياسين. حياك الله اخ عمر، حياك اهلا وسهلا بك، يا اهلا بك. من يتحمل مسؤوليه مستشفى ابن الخطيب؟ زينبيه ما عندها قصر الدم على اصل واضح الامر. نعم. اذا امامك الخوينه فعنا امامنا علي بن ابي طالب يا احباب خيبر عليه السلام، يعني ما نريد الرد، خلينا في موضوعنا، موضوعنا ومصيبتنا اكبر اكبر من الرد على الآخر. نعم 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 نعم. عمر احنا راح بس نبقى نعزي ونستنكر، يعني انت لو باقين راضين على حق المحاصيل احول لنا من حق البشر، يعني انت اسالها اقول احنا عاد من المسؤول؟ هل معقوله مسؤول عليها وزير الزراعه؟ لو مسؤول دعيم تاخذنا هذا المجرم الارهابي هذا الدموي، الدنيا مشتعله بالمستشفى 97 ضحيه ما عدا الجرحى راح يموتون معده، هو يعز الصدرين وينوي يقول اكو بعد قادمات ويقول هذا حراك انتخاباتي، شوف هذا الاجرام مالهم، وحسن الشعبي من ذاك اليوم يطلع يقول مليون بالمليون احنا لازم راح تاخذ ياخذ راس الوزراء، وبدون خجل يقول عندنا دعم اوروبي، دعم اوروبا وين؟ والعمامه وين؟ الخاطر الله والخاطر الربع. كافي يا شعب لا تبقوا سدك، لا تبقوا سدك مع كلامكم مقتدى وغير مقتدى، هاي النفايات مال ايران، هذا شعب قاعد يقتل. هذا يعني هسه هذا بالمستشفى حتى النايم براقد بالمستشفى ما قصر، هاي قاعد هسه صدر شو راح تنتهي؟ ما تنتهي يا اخي عمر، ما اقول لك فيك ناس سدك. يعني ما فكروا ما قالوا هذا الاجرام اللي راح يشمل ما يبقى. هو قال بعدك كوارث، هو اعلنها. زعيم التيار الصدري، فانا اقول يجب على الشعب يحاسب، اول ما يحاسب هو يحاسب زعيم التيار الصدري هذا المجرم الارهابي، هو اصلا اسوأ بيوليت عليه دم مطلوب بالطائفيه بالقتل الطائفي، لا حد ينقله، لا حد ينسى من 2005 جاب قتل، وارجع دعك مال حمايه العتبات المقدسه، هذه اكبر عمليه ارهابيه مبينه واضحه، هذا كله كذب واحتيال، العتبات المقدسه تاج على وجهه، بس هو على من يضحك؟ يضحك على نفسه وعلى السده مالته. بل انا اعتب على فلاس مثقفين دكاتره ومنتير هذا الصدري، هذا مو عيب السحب وكنتوا جاهله وما تتهمون، ترى ما بقى بس الجاهل هذا السياره الاجرام هذا السياره الصدر، لا
قاعد نقتل بدم بارك، قاعد ننتقل ببلاش مجانا، لو بتاع كهرباء، لو بجداحة، اللي وين راح نطلع احنا نايمين؟ ما تفكرون اللي وين نايمين يا ناس؟ هسه هذه همينا نقول بالمصير حتى نقول داعش، نقول بالانبار حتى نقول السعودية، مو احنا هذا الوضع مبين واضح، هذا تنفيذ مشاريع، هاي فصائل ولا هي مال ايران، وعلى راس اول سنة مختلفة، لا حد يخادع انه يقول شوف وانا اعتب على الشعب وش تبون؟ كل ما قال حي الصدرين ومدينة الصدر ومدينة الصدرين ومستشفى كاف عمي عيب، هذا هاي السبكة هذا تنفوه، شفتوا قبل تقول يا صدام يا صدام، هسه ما عندنا غير صدر صدر راكب على روسنا، ما يصير اصحوا يا عالم اصحوا، هذا القتل الواضح الحكومة قاعد تقتلكم، يعني وزير الصحة شنو عنوانه؟ ما تقول الخاطر الله، هذه المجرمة محزب الدعوة عديل حمود علي وياك علي عشان يكون علي هكذا، يسلمون رئيس العباس الفاضل، يعني هذا الاسلوب وين حصل؟ ما تقول احنا الخاطر الله احنا قوم واحنا العراق هذا البلد العظيم، هذا عمق الأمة، هذا جنود العرب، هذا عرق الأمة، هذا العراق العظيم، ايش يصير في هذا؟ سبب هاي السياسيين السيئين، ذول الأراضي ذول النفايات مال إيران وغير إيران ما دافع الكاسيس لنا العلم. نعم أبو ياسين، أنا أشكرك أبو ياسين من ديالة، هاي خوش مودة جديدة متعلميها السياسيين واللي أهل المناصب، من الصير مصيبة يقول لك الكل يتحمل، طبعا هي كلها تتحمل من الحكومة إلى أصغر واحد يتحمل هذا الأمر، بس من الصير الأمر بمناصب يقول لك لا إحنا 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 الأغلبية وإحنا اللي نأخذ هذه الوزارة وذيك الوزارة ويتقاسموها لأن بها فلوس، بس من الصير مصيبة لا الصير الشغلة عامة يقول لك الكل يتحملها حتى يطلعون المذنب الحقيقي يطلع من عندها. معنا اتصال أبو عقيل من الفلوجة، تفضل أبو عقيل. أبو عقيل تسمعني؟ أبو عقيل؟ نعم مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. الرافدين لأننا حضارة. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، معنا اتصال علا من بابل، تفضلي علا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. يا أهلا بك، تفضلي. في البداية أقدم التعاون والمواساة لذوي الضحايا، وأتمنى شفاء العاجل للجرحى والمصابين. نعم استاذ، هذا هاي الطلعه مو شيء عادي، هذا مو شيء، هذا شيء مفتعل، هذا شيء مفتعل من الاحزاب السياسيين. اتمنى من المسؤولين من الجهات المعنيه المراقبه التحقيق بهاي الفاجعة، أتمنى هاي الفاجعة ما تمر مرور الكرام مثل الأخر المرة من 2012 هذا اليوم، أتمنى هذا الشيء، وأتمنى بقفالة وزير الصحة وجميع المسؤولين وأمثال والسياسيين كلهم أتمنى بقفالتهم، لأن هذول لو عندهم ضمير لو عندهم ذمة ضمير على الشعب العراقي كان راقبوا على يعني راقبوا هاي المستشفى، كان يعني حسنا الله كنا نعمل وكيل
ما بقى انسان سياسي شريف، ما بقى هذا الشيء. كل من يريد مطرحته، كل من العراق صارت تاخذ معركه بين المراحلين والصديقين، بين الاحزاب، بين المسؤولين، بين السياسيين. ليش؟ هذا بلد الحضارات، هذا الدروس، هذا هاي ارض الانبياء. في كتابه في حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي النقطة الأخيرة قال وقالة السياسيين جميع وليس وزير الصحة. السياسيين جميعا لأن هو أكثر صادقين. والكاظمي قال إنه أنا راح أوزع حلات غذائية وهاي غذائية. من بداية رمضان من هذا اليوم انفجارات. شنو ذهبني؟ شكرا جزيلا لك يا اختي علا من بابل كانت معنا. طبعا رئيس الحكومه مصطفى الكاظمي قام بايقاف 3 مسؤولين عن العمل واحالتهم للتحقيق على خلفية حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد. وقرر المجلس خلال جلسته التي عقدها اليوم سحب يد وزير الصحة ومحافظ بغداد ومدير عام دائرة الصحة صحة الرصافة وإحالتهم إلى التحقيق. كما قرر المجلس تشكيل لجنة التحقيق في حادث حريق مستشفى ابن الخطيب وتحديد المقصرين ومحاسبتهم فيما حدد 5 أيام لإنجاز التحقيق. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب والمعاون الإداري والفني للمستشفى ومدير قسم الهندسة والصيانة على خلفية الحادث. وبعد 5 أيام إذا طلعت نتائج التحقيق راح نشوف يتم تبرئة المسؤولين الكبار اللي هم تابعين إلى تيارات وزعامات سياسية معروفة، وتحمل المسؤولية لبعض المسؤولين اللي هم أصغر منهم وأقل يعني منصب من هؤلاء. ومثل ما أعلنت الحكومة يوم حداد واعتبروهم شهداء، وراح ينطوي الملف مع الأسف مثل ما انطوى مثل مئات الفواجع ومئات الكوارث اللي حلت على رأس العراقيين. هذا الأمر أمر مستشفى ابن الخطيب يتحمل المسؤول مباشرة إن كان مدير ولا إن كان وزير صحة، ومن كان قبله من العام 2003 ولغاية الآن من وزراء الصحة. إذا تحدثنا فقط عن موضوع مستشفى ابن الخطيب، يعني ما يتعلق بالموضوع الصحي في وزارة الصحة، كل وزير صحة لو كان هناك لدينا نظام عادل وقضاء عادل منذ العام 2003 ولغاية الآن ما حدثت هذه الكوارث، ولكن تراكبت علينا وصارت الملفات بالآلاف المؤلفة وما حد يقدر يحكي ويا الفاسدين لأن وراء سيد فلان وراء الزعيم الفلاني وما حد يقدر يحكي وياه ويخلص ال4 سنين مالته وأكثر وياخذ حصته ملايين الدولارات ويطلع خارج العراق وراتب جاري ما شاء الله وعاش عيشة سعيدة والشعب هو اللي ياكلها. معنا اتصال صباح من بغداد، تفضل. صباح تسمعني؟ نعم أسمعك. تفضل أخي صباح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وسهلا. بالنسبة للفاجعة المستشفى هاي اللي صارت هاي، نعم، مو أول وأخير مرة. قبلها كانت مع المستشفى اليرموك الخدج الأطفال، نعم، وهم شكلوا مجلس تحقيقي رئيس الوزراء وكل شيء من النتائج ماكو لحد الآن. نعم. الرئيس الوزراء هو فاسد، وزير الصحة اللي تابع هو للتيار الصدري فاسد، والوكلاء الوزراء الموجودين بالوزارة ولهم تأثير بالوزارة كلهم تابعين الأحزاب وتيارات، وبالذات مقتدى الصدر اللي هو بأمره صار رئيس الوزراء. الوزير الصحة هو اللي رشحه، فشوف ما راح حد يحاسبهم. ليش؟ لأن تابعين التيار يخافون من عنده كرئيس وزراء، ما يقدر يعني يضغط حيل ويطلع تحقيقات حقيقية شنو الأسباب. يعني شفنا اليوم احنا بالمواقع التواصل الاجتماعي احد المعممين يزور المستشفى ويتفقدها، شنو انت تزورها؟
بأي صفة، وهي تعتبر يعني نعم. مسرح جريمة والتحقيق جاري لحد الآن، شلون تزورها وتطلع صور لك؟ وين وكيل الوزارة الفني والإداري؟ وين وزير الصحة؟ وين المفروض بيهم يسوون مؤتمر صحفي ويطلع يبرر ويحكي أسباب الحريق اللي صارت؟ نعم. المفروض كل المستشفيات اللي موجودة بالعراق، يقول لك احنا بلد ديمقراطي اللي يحكمنا الحزب الدعوة، المفروض بكل المستشفيات اكو مخارج طوارئ واكو أجهزة إنذار واكو أجهزة استشعار بالحريق، وين هاي كل هالمليارات اللي صرفوها من 2003 لحد الآن؟ كلها سرقوها، وشفنا عديلة حمود شلون كرموها وطلعت وما عندها أي إنجازات، وهذا الوزير الصدري هذا اللي محسوب على التيار الصدري واللي هو جندي عد مقتدى الصدر، في جائحة كورونا وقف يعني عاجز، ما قدم وزارة الصحة ما قدمت أي شيء خدمات صحية للمواطنين على جائحة كورونا، يعني وزراء بدون فائدة وكلاء وزراء بدون فائدة، ومدير عام مدير عام الصحة الرصافة هو تابع إلى جيش المهدي سابقا. نعم يعني أخي صباح، يعني من يغرر السيد مقتدى ويقول أخشى أن يكون ذلك الحادث الأليم، يعني الحريق من مستشفى ابن الخطيب على تويتر غرد، يقول أخشى أن يكون ذلك الحادث الأليم ضمن حوادث ستكون متتالية من أجل أهداف يضمرها بعض المخربين لاستهداف أمن العراق، ولا سيما مع اقتراب الانتخابات وخصوصا مع اضمحلال فرصهم في الفوز بها وتراجع شعبيتهم بسبب أفعالهم غير الوطنية. وين الدليل عن هذا الموضوع أنه وراء مخربين؟ خلي يطلعهم إذا أكو حرص على الدم العراقي. احنا كمواطنين نفسر تغريدة السيد نعم. حفظه الله طبعا تنصل هو من المسؤولية ها نعم. تنصل وقال نصر. بالحرف قال بأنه لن أزج نفسي ولا أتباعي في هذه الحرب القذرة ها التي خبرناها مع كل اقتراب الانتخابات أو مع كل نتائج إيجابية لصالح فسطاط الإصلاح، وكان آخرها حرق صناديق الاقتراع آنذاك. زين طبعا مقتدى هذا تنصل من المسؤولية. مقتدى الصدر بتغريداته هو رجل سياسي، ما يعتبر رجل معمم ورجل يعني صاحب دين، رجل سياسي، ومن أطل 100 يوم مدة للمالكي وراها الحيدر العبادي وراها العادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي، هو جزء من عملية سياسية فاسدة. فمصطفى مقتدى الصدر مستفاد من كل الوزراء الخدميين الموجودة إليه، يعني جزء من عملية سياسية. فهاي التغريدة اللي غردها اليوم، هو أكو صراع سياسي على الانتخابات القادمة، هو وفتح ودولة القانون مصارعين على منصب رئيس الوزراء، يعني مصارعون تروح بها هذه الدماء البريئة. نعم الأخطاء اللي ارتكبوها الصدريين من وزير الصحة ومدير عام صحة الرصافة ووكيل الصحة اللي تابعين هم المقتدى الصدر، لازم يذب هذا الحمل الأخطاء، وين يذبها؟ على ناس عاديين وناس يخاف لنكون هيم مفتعله. نعم. بالعكس هم جزء من الفساد، يعني من 2003 لحد الان ما بنوا مستشفى براس خير، لا عديله ولا حاليا الوزير الصحه، ماكو عندهم لا مستوصف لا مستشفى. نعم. لا استوردوا اجهزه طبيه حقيقيه. مقتدى الصدر جزء من الفساد، فهو ليش يريد يسوي نفسه مرجع ويسوي نفسه رجل دين؟ احنا بدون ما نتجاوز عليه ونغلط عليه، هو رجل سياسي وعنده كتله داخله بالعمليه السياسيه من 2003 لحد الان، وهو صاحب ميليشيا سابقا جيش المهدي اللي ينتمي لها، مدير صحة الرصافة حاليا، وحاليا عنده سرايا السلام هو ميليشيا، هو جزء من عملية سياسية، فليس هو نفسه رجل دين ويفتهم بالدين، وانه هو جزء من الخراب اللي حل على البلد، وكل ذول المصائب اللي جاي تصير بينا والعوائل ذول عوائل الشهداء والضحايا هو يتحمل وزر دمهم. يعني حتى الشارع العراقي قبل كان مقتدى الصدر من الخطوط الحمر اللي من الصعب حد يتجاوز عليها، حاليا الشارع وبالذات الشارع الشيعي قام ماكو خطوط حمر، عرفوا مقتدى الصدر هو أداة قتل. نعم. صباح من بغداد كان معنا أبو عمر من زاخو، تفضل أبو عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا أعزي نفسي وعزي جميع هذولا اللي راحوا ضحية بهذه المستشفى. نعم. وعزي كل العراقيين طبعا، هاي مأساة طبعا، وخاصة بهاي الشهر المبارك. نعم أخي العزيز، قامت الكبرى تعال شوف يعني مصائب فوق مصيبة. البارح طلع نعم. رئيس الوزراء يمكن اليوم هم قريت يقول سنعوض هؤلاء الذين تشهدوا. يا أخي بعد ما طالعين من المستشفى جثثهم ما حقت شهولة، يعني هذا الكلمة عيب عليك تقول، مثل الواحد
يقتل له واحد يقول تعال الساعة أنطيك فدية، يعني شون يعني شون هاي هاي. قبل كم يوم هاي الحادثة شوية صارت في الأردن، كان قلة الأكسجين، نعم راحوا 6 توفوا 7، نعم ملك الأردن نفس الساعة ونفس الليلة جاء هناك، نعم ما شفنا أي واحد من المسؤولين جاء هناك. يعني إذا تنطي ملايين الدولارات لهذول خطية وراحوا ضحية، ليش قبل ما تنطيهم فلوس هسه تقتلوا تنطيهم؟ يعني عيب عليه والله العظيم. هذه يعني هذول ما يستحقون يكونوا رئيس دولة، أقسم بالله العظيم هذول حثال حثالة والله. ما أعرف شو أقول بعد. الرحمة لكل الشهداء، وإن شاء الله الشفاء لكل الجرحى. نعم آمين يا رب. اللهم في كل مرضى في هذا الشهر المبارك، والله العظيم فاجأة كبرى يعني. نعم. سبحان الله كل ما نقوم الصبح نشوفنا فاجأة بالعراق، يعني ما شفنا، قمنا من النوم شفنا شيء زين بالعراق، يعني يوم ورا يوم أسوأ لأسوأ. نعم. وشكرا لقناتكم. شكرا الفاضل. شكرا أبو عمر مساق، كان معنا أبو علي من بغداد. تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. طبعا احييك شهدين وعزي اهالي الضحايا على هذه الفاجعه الكبرى. نعم والله العظيم يا صديقي، هذا العراق شغلته من كثير تعبان، صدق تعبان. يعني جايين سياسيين بيوتهم على ناس تاكل ناس على مود الكراسي وعلى مود المنصب نعم زين. الفساد بالنسبه للفساد من زمان، الفساد موجود. نعم كان الفساد موجود بالعراق، وبالذات العراق هو الوحيد اللي بيه فساد. فهذه أنا الله أعلم، أقول الله أعلم، هذه فرع من الحكومة نفسها دا على مود يوخرون وزير الصحة داله. يعني أحزاب بيشتغل أحزاب شيء عليش. يعني هم أولا الوزير التعليم ما يقول هذا الوزير التعليم سوى الالكترونيات من شنو هذا التعليم مثل امتحانات وغيره. يعني يا صديقي أنا موضوع ولا أخاف عن الموضوع هذا، التعليم على الإلكترونيات يعني هو أصلاً طالب اللي جاي يقتل بيه المعلم ويومية يقرأ براسه وما يفهم كل شيء، ما يفهم تسألي يقول لك كل شيء ما يفهم. يعني هذا شو بتروح التليفون وهذا، يعني اللي ما عنده زي يشتغل عمال يعرف وقوة مدبر للإشكارات والبط ومعيش عائلته. زين هذا شو وقت يجي التليفون ويجيب انسرنيه ويروح يشتري دا ابنه يتعلم هاي من الخامس ابتدائي طبعا والمتوسطه كليته. نعم يعني والله العظيم هذا بلد تعبان بشكل تعبان. يعني عرفات ما عاد يعيش بيه، بس شو يسوي والله يساعد ويكون بعون كل الضحايا اللي راحوا. هذا كل عيد سبحان الله كل رمضان يسوي متاثر على مود الناس ما تفرح. هم يريدون العراق باكمله ما يفرح ولا تصل لفرحه اصلا. يعني والله العظيم هذا يعني حرامات ساكت، ما ادري شنو عندهم جبن شنو تعرف. نعم علي ساكتين هذول الفاسدين والوزاره علي ما نعم. يعني والله يكون بشعب العراق كليته. والله العظيم اشكركم طبعا. والله يعني انا اشكرك ابو علي من بغداد. كان معنا محمد من كربلاء. تفضل محمد تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تفضل. الله يحفظكم ويحفظ قناتكم حبيبي. الله يسلمك ويخليك، الله يبارك بيك. أخوي أستاذ نعم. عمر، الرحمة والغفران للشهداء. آمين يا رب. شهداءنا الأطفال. آمين يا رب. والشفاء العاجل للجرحى. آمين. والله ينتقم من كل ظالم. آمين. زين أخوي أستاذ محمد، بالنسبة لهذا انفجار مستشفى ابن الخطيب مال هذا الأكسجين وصار الحريق نعم. هذه الحالة هاي الحالة مو بس هاي الحالة، هم راح تتكرر بعد الرابعة والخامسة والسادسة والعاشرة ومستمرة هاي الحالة بالعراق. هاي مستمرة هاي أخوي أستاذ عمر. ما السبب؟ زين راح تستمر مو بس هاي الحالة، ولا انفجار باب الشرجي ولا حرق مجمع ليث بالكرادة ولا حرق المستشفيات والانفجارات والقتل، هاي راح تستمر بالعراق. تعرف السبب بين أخوي أستاذ محمد؟ نعم أستاذ عمر. نعم هذا السبب وين؟ ما حد عنده حب ولاء للوطن.
ذول السياسيين الموجودين ما عندهم حب وانتماء للبلد اللي هم بيه. والله العظيم زين، يعني ايش قد هسه انا محروق قلبي على العراق وعلى خيرات العراق وعلى شباب العراق، هم ذول ما عندهم، ذول جايين على الدبابه الامريكيه بحال العراق عسى ما يحترق العراق كلها مو محاله. زين؟ نعم. اخوي استاذ عمر؟ نعم. وهذا راح تستمر يعني، هذا هسه شهر رمضان، شهر فضيل، شهر الطاعة، شهر الغفران، شهر المحبة، التسامح، الود، الرحمة. بهذا الشهر الفضيل يصير هذا الحريق وتروح على الشباب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. الله ينتقم منهم بحق محمد وآل محمد. أنا أشكرك أخي محمد من كربلاء. آمين. أنا أشكرك محمد من كربلاء كان معنا. خلونا في الثواني الأخيرة نقرأ رسائل واتساب. يقول أخي رحمة الله على شهداء المستشفى وحسبي الله ونعم الوكيل، يقول كل يوم مجزرة من العبارة وغيرها من قتل العراقيين. صدقني إذا ما نتكاتف ونقضي على هذا على هذه الميليشيات ما تقوم للعراق قائمة. نعم. رسالة أخرى يقول فيها أم أيمن من بغداد، أستاذ عمر هسه كان الوقت للحكومة تستقيل، لازم لأن دمرونا كافي لهنا، شنو ذنب الناس الفقرة. نعم. بغداد تنزف من جديد. رسالة أخرى من جديد، نخلص من الانفجارات يجينا الحريق، يعني إلى متى يرتاح الشعب العراقي المظلوم. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، نسأل الله عز وجل أن يرحم شهداء فاجعة مستشفى ابن الخطيب، وأن يشافي المصابين، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان. شكرا لكم وفي أمان الله.